السلام عليكم خالتي ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله الصحه تكون لاباس توجور في قناتكم سبور على دي مع كادي مرحبا بكم خالتي ونبدأ تشكيله المنتخب الجزائري الكسندر اوكيجا عيسى ماندي رامي بسبعيني مهدي طاهرات رضا حلاميه بالقبله بلق... بلق... مهدي عبيد فريد بولحيا رياض محرز بالرحمه وبالرحمه بالرحمه خالتي واندري ديلور تشوف تشكيله جديده بمعطيات جديده بلاعبين جدد عندنا الكسندر عندنا كذلك مهدي طهرات ما لعبش بزاف بصح لعب دي المره رضا حلاميه جديد بالقبله مهدي عبيد كذلك اساسي فريد بولحيا سعيد بالرحمة اندي ديلور يعني دو كات سيس ويت ثمانية لاعبين جدد خاوتي ما شاء الله ما شاء الله يعني مع كيما حنا نقولوا بالماضي اتوقع كل شيء تشكيله جديده بمعطيات جديده مع كيما حنا نقولوا خلى القائدين القائدين هما عيسى ماندي ورياض محرز إضافة إلى خل استعان برامي بالسبعيني وهذا حنكة من المدرب يعني كي تشوف هذه المعطيات تشوف بني ان منتخب نيجيريا للتجريب لي ليس للفوز وانما للتجريب يعني جمال بالماضي راه مركز على منتخب المكسيك اللي غادي يشارك فيها كل تقريبا كيما حنا نقولوا اللاعبين الاساسيين وغادي خوتي مورا الماتش ولا اثناء الميتو الزوج غادي نهضروا على هذه التشكيله وان شاء الله بربي الفوز ثم الفوز ثم الفوز